تتا بدي اقول لك شغله بس ما بدي اياكي تزعلي. عمي ماله بالغرفه؟ شو هالحكي؟ شفتي شلون بدك تهزي بدنك؟ اكيد ما بدي اياكي تزعلي الله يوفقك. لك شو بدك يعني ما هز بدني اذا عمك طلع من البيت بدون ما يسلم ولا يسالنا اذا بدنا شيء ما بدنا شيء؟ ما بكفي امبارح ما رجع على البيت لطلوع الضو؟ طب بركي هون ولا هون؟ يعني وين هون ولا هون؟ عم اقول لك انا قاعده هون بهالقرنه وما تحركت من طلوع الضو، يعني قبل ما يفيقوا العصافير. ايه معناته اكيد كاين عنده شغل وحامل حاله وطالع قبل ما انت تفيقي. اخ يا تيتي اخ اخ قلبي المؤمن دليله يا تيتي. وين قلبي حاسسني وعم يقول لي انه عمك عم يحركش من ورا ظهرنا؟ انت طولي لي بالك، لا تضايقي حالك مشان صحتك. ولك شلون بدك يعني ما ازعل اذا ما بعرف انه ابني وحيدي شو عم يعمل من ورا ظهري؟ قولي لي شلون؟ انت المتعلمه قولي لي تيتي مشان الله قولي لي شو اعمل؟